يقول: انتشرت في هذه الأيام رسالة في الجوال وهذه العبارة: لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران حبك سادس الأركان، فما حكمها؟ من يعني؟ من يخاطب؟ المرسل إليه. أيه. لولا إيش؟ يقول سلمك الله: لولا خوفي من الرحمن. ما خفت من الرحمن، اللي يقول هالكلام ما خاف من الرحمن. نعم. لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران حبك سادس الأركان. يعني سادس أركان الإسلام؟ إذا كان يقصد لا، هذا كفر والعياذ بالله. وين الخوف من الرحمن؟ نعم.